cette équipe qui est la Côte d'Ivoire est une équipe فريق كوت ديفوار يتمتع بشعبية كبيرة في البطولة الحالية ولاعبيه من اللاعبين الجيدين ولهم خبرة في عدة بطولات ويلعبون بثقة الفوز منذ اللحظات الأولى للمباراة. لا شك أن نظام فار يساعد الحكم على اتخاذ القرار الصحيح ويقي كرة القدم من قرارات التحكيم الخاطئة، وكلنا نشجع استخدام الفار. نتشوق لمشاهدة الفار في تجارب عملية، وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الفار في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونتمنى لهذا النظام النجاح. وحتى الآن لم نشاهد مواقف اضطر فيها الحكم أن يلجأ إلى الفار، رغم أن كانت هناك بعض الاعتراضات على قرارات الحكم من قبل. أنت اللي كنت أحكي عليه، أنا كنت نشوفه في لاتيلي بوندوكاراني مع الفريق الوطني، وراح نلعب كونتر كوت ديفوار. هذه التحفيز لي، هذه راح نكون فرحان بزاف، وهذا الماتش راح إن شاء الله راح نجيبه، باسكو كوت ديفوار عندهم إكيب مليحة، عندهم الإكسبيريونس، بصح حنا راح نفوز عليهم بالقلب ونكونوا كونسونطري، وإن شاء الله نجيبوا هذا الماتش باش في الدومي فينال نكونوا بيان كونسونطري، نزيدوا نربحوا الدومي فينال، وإن شاء الله نجيبوا لاكوب الفينال تاعنا إن شاء الله.